يعد القطاع الصناعي الركيزة الأساسية في تنمية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وقد أدى دخول السلع الأجنبية المستوردة إلى العراق بشكل كثيف بعد عام 2003 وضعف الدعم الحكومي وتأثيرات الظروف الأمنية والاقتصادية إلى إغلاق أو تراجع الكثير من المصانع في القطاعين العام والخاص وإضعاف دورهما في الاقتصاد المحلي. ولا تنتهي مشكلات الصناعة عند توقف ثلث المعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن فحسب، بل تتعدى إلى أنها أصبحت عالة على الدولة التي تدفع رواتب الآلاف من موظفيها والعاملين فيها من دون عمل، إضافة إلى أن أغلب الشركات الصناعية المملوكة للدولة هي شركات خاسرة بحسب مختصين، واستمرار بعضها على الطرق القديمة في الإنتاج التي تعد مكلفة مقارنة بالوسائل الحديثة التي تعتمد التكنولوجيا الصناعية فيها. ولا يختلف الحال كثيرا في معامل القطاع الخاص التي تشكو من قلة الدعم لها ولمنتجاتها والمنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة، ناهيك عن ارتفاع تكاليف العمل والإنتاج. المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني أعطى أولوية لتأهيل القطاعات المنتجة ومنها الصناعة من خلال دعم القطاع الصناعي بشقيه الحكومي والخاص وتفعيل الصناعات الثقيلة والاستراتيجية المتوقفة منذ 2003، فضلا عن سلسلة من القرارات والإجراءات لدعم المنتج الوطني وإعادة تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية والعمل على الحد من سياسة الإغراق السلعي للأسواق المحلية، ناهيك عن التوجه نحو إنشاء عدد من المدن الصناعية المتطورة المحلية وكذلك المشتركة مع عدد من دول الجوار. كما يؤكد مختصون أهمية فسح المجال أمام القطاع الخاص ليأخذ دوره في تطوير القطاع الصناعي بسبب حرصه على ديمومة الإنتاج وارتباطه بمعدلات الربح والنمو. لبرنامج دينار، أحمد محمد صالح، العراقي الإخبارية، بغداد.